بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمر وتنفهم في المملكه العربيه السعوديه مساعد العصيمي وصالح الطريقي هم ضيفاء حلقه الليله. التوتر في الاتحاد وصل الى درجه الغليان. نتابع التقرير. نادي الاتحاد وخلال الأيام الماضية وتحديداً بعد لقاء الكلاسيكو يدخل أعلى مستويات الاحتقان بين الإدارة واللاعبين والجماهير. عميد الأندية السعودية من كان مضرب المثل في التوافق والعمل بروح الفريق الواحد والانتماء للشعار أصبح حديث الشارع الرياضي وعنوان الصحف اليومية وأطروحة البرامج الرياضية، ودرجة الغليان تزداد يوما بعد يوم. إدارة في وجه المدفع وجماهير تتحول لبركان لا يهدأ، والانقسام في الآراء يجعل اللاعبين يتخذون الصمت موقفاً لهم. حتى وصل الحال الاتحادي إلى تهديدات بالإيذاء والقتل والحرق على حد تعبير رئيس النادي أجبرته لرفعها للجهات الأمنية المختصة. والمشهد يقول أنها فوضى عارمة اختلط فيها الحابل بالنابل، فما ذنب المشجع العاشق لكي يرى ناديه بهكذا حالة؟ بدر الفايز، كورة. أبو أحمد، مبالغة لما نقول وصلت لدرجة الغليان ولا هذا واقع؟ والله فيها مبالغة كبيرة. شوف اللي أنا أولا أتفق أنه اللي حصل من إدارة الاتحاد، أنا أتكلم لكم واقع تعامل مع أندية السعودية خلال فترة طويلة الماضية، عمل إعلامي ومشاهد، لكن اللي حصل من إدارة الاتحاد ردة الفعل كانت غير جيدة إن لم تكن غير مقبولة، لكن ردة الفعل الجماهيرية واللي قابلها كانت مبالغة بدرجة أنها أصبحت يعني تعطي كرة القدم شكل غير جيد. لكن بصفة عامة أنا ودي أسأل، يعني إذا كانت المسألة مرتبطة بالجماهير والتهديدات والذي هذه أشياء خرابيط كلها تمشي، لأنه الجمهور عاطفي، تفوز بكرة ينسى كل شيء، تترى ترجع بكرة ينسى كل شيء. أي نعم له ارتباط بنجومه الكبار واللي يحبهم، لكن ما يمنع أنه إدارة يعني مثلا فيه خطأ أنه تتراجع عنه. الجانب الآخر أنه حتى الأشياء اللي صارت من إدارة النادي أنها ردت فعل الحقيقة ما لها داعي أبدا. وشي أنه ردت فعل أنه مثلا أخذ اللاعبين وبقيهم إلى نهاية الموسم، لاعبين محترفين وبقيهم إلى نهاية الموسم، وأنت يا إدارة يعني عملك لم يكن بالجيد حتى مع اللاعبين 5 أشهر إلى 6 أشهر حسب تصريح أحد اللاعبين انك ما سلم. غير ذلك انه انت حتى اداره النادي تعاملك مع مباراه الهلال كان غير منطقي وغير جيد، الى درجه انه اصبح اللاعبين اللي انت ابعدتهم هم اللي كانوا يتحكمون بالفريق، الى درجه انه تغيير في استراتيجيات العمل، تغيير في استراتيجيات المعسكر، عزيمه مع احد اعضاء الشرف الكبار قبل المباراه، اجتماع مع احد الضعف، يعني كان شحن انت سامحتي بشيء، الى درجه انه تغيير في الاشياء في داخل الملعب، انه اعطي مثلا الفريد الكابتنيه على حساب. وين اداره النادي عن هالموضوع؟ يعني أنت وضعتي من هالمباراة كأنها
يعني أشياء أو سمحتي يا إدارة أنه جعلتي من هذا الأمر كأنه بالون كبير، وبعدين الخسارة كانت زي الانفجار وردة الفعل. الأساس في العمل الإداري اللي شفناه بالنسبة لنادي الاتحاد لم يكن بالشكل المطلوب، لكن أنا أعتقد أنه ردة فعل الجماهير يجب لنا أعطيها أكبر من حجمها، أنه هذا اللي يحصل. أنت لو تشوف مواقع التواصل الاجتماعي والأشياء اللي تصير وكذا، لا نأخذها على أنها مسألة جدية بشكل، انه مثلا انه بالنسبه للاعبين اللي تم ابعادهم وكذا انه تراجع الخطا، لانه حتى من الناحيه الاحترافيه والعمل الاحترافي انها ما هي جيده. ابو ابراهيم، طبعا قضيه الاتحاد في تراكمات قديمه جدا حقيقه، حتى لا نحمل المساله للاداره الحاليه. في تراكمات ديون 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 على النادي، اضف الى ذلك انه جاء في النهايه إدارة حقيقة متخبطة جدا. طبعا أنا أتكلم عن القرار الأخير اللي طلعوه على مسألة الرسائل. ترى أحيانا تجينا رسائل تهديد، اللي يهددك مو جد، يعني تخيل واحد يرسل لك ويهددك وعنده دليل إثبات أنك حتسوي شيء، بس لحظة غضب. لكن أرجع للقضية الأهم وهي الإدارة. إدارة متخبطة جدا، إدارة كان لديها أزمة مالية راحت جابت الفريدي. يعني عندها أزمة مالية وجابت الفريدي. الأمر الآخر تصريح أنا فجرها رئيس الاتحاد المهندس محمد فايز أمس، فجر قنبلة الغريبة. أنا شفت الجرائد، للأسف ما حد نقل ما قال. أبقاطك أبو إبراهيم، باخذ تليفون وبرجع لك. معنا على الهاتف عضو شرف الاتحاد الأستاذ أحمد فتيحي. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير اخ تركي، مرحبا اخ صالح، مرحبا اخ مساعد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ احمد. نقلنا بالامس على لسانك انه ما حدث في الاتحاد هو قرار عنتري، وانكم انتم كاعضاء شرف كان في اتفاق او شبه اتفاق او ترتيب ان يحدث في نهايه الموسم مع الدكتور خالد المرزوقي رئيس هيئه اعضاء الشرف، وانكم تفاجاتم مثل المتابعين باللي حدث، وانه هذا الامر ازعجكم، وانه بحسب القراءات من الأمس لليوم أنه هذا قد يخلق فجوة بين أعضاء الشرف أو بعض أعضاء الشرف والإدارة الاتحادية. تعليقك. صحيح هذا الكلام أخ تركي، وأنا أنا قلت البارح، وهو تصرف الحقيقة ما كان يجب أن يكون في هذا الوقت بالذات، خصوصا أنه إحنا قدامنا شهرين فقط عشان ننهي الموسم. وكان أهم شغلة في العملية دي أنه لا يكون القرار منفردا من دون أن يكون هناك في تنسيق ما بين أعضاء الشرف وما بين إدارة النادي. وأنا متأكد وأقول هذا الكلام عن مسؤوليتي أنه حتى الإدارة لم تكن متفقة على أن يكون هذا القرار في ذلك الوقت، وإنما اتخذ القرار فقط نائب رئيس النادي الأستاذ عادل دنجوم. يعني ما كان في إجماع؟ لا، لم انا على حسب معلوماتي لم يكن حتى هناك في يعني مداوله في هذا الموضوع. قرار فردي بحت. هذا ما في على حسب جم معلوماتي. جمجوم. نعم. طيب رئيس النادي ايد. رئيس النادي. نعم. يسأل ابو ابراهيم وينه، مو موجود في لا لا ايده امس هو قال. نعم، رئيس النادي الحقيقه يعني رجل طيب وكريم ومجتهد جدا. لكن الطيبه عاده تجيب ناس طيبين معك وتجيب ناس ثانيين اقوى منك اقوى علشان خاطر. هذا التأييد كان من قبل القرار ولا بعد ما صار الامر واقع اضطر انه يأيد النائب؟ يعني هو من الناحيه الشكليه كان يجب ان يكون هناك متكامل مع الهيئه، مع الدكتور خالد مرزوقي، مع الاداره وتوقيته، وبعدين الحسابات مختلفه. لازم تكون عندك انت كاداره رؤيه شموليه. الرؤية الشمولية هذه ما اتخذت في هذا القرار بتاتا. الآن بعد ما سوينا بعد ما صار العملية، السؤال مطروح، هل أي لاعب في نادي الاتحاد بعد الآن يحس بالأمان؟ يحس أنه هو آمن على أنه هو مستقبله راح يكون موجود؟ إيش المخرج من وجهة نظرك كعضو شرف للأزمة الحالية؟ إيش الحل التوافقي اللي ممكن يرضي اللاعبين، يرضي الجمهور، ويرضي كبرياء الإدارة؟ أنا أعتقد أن ليس هناك في حل يعني توافقي، وإنما هناك في حل نظامي. الاحتراف
لا يسمح ابدا بعمليه الاجازه. وايضا يعني لو تقدم اللاعبين الى الجهات المسؤوله في هذا الموضوع سوف يعني يرفض هذا القرار تماما. موقفكم انتم كاعضاء شرف من الاداره، كاعضاء شرف فاعلين ومؤثرين بعد هذا القرار؟ والله هناك في جمعية عمومية راح تصير إن شاء الله بإذن الله، بس ننتظر الدكتور خالد عبد يوصل، لأنه هو في أوروبا الآن، لتحقيق أو تحديد مسار الإدارة وكيف يمكن لها أن تكون. لأنه الحقيقة هذا التخبط اللي موجود زي ما ذكروا الأخ صالح الآن، يعني هناك مشكلة مالية ومشكلة فنية ومشكلة شرفية ومشكلة إدارية ومشكلة إعلامية ومشكلة جماهير، يعني مشاكل متعددة جدا حلها يعني يصعب. ولو اني بدي يعني استعير كلام الاخ صالح انه المال هو الذي يعني يحل المشاكل او يستطيع انه يعني يخفف من هذه الوضع. طيب ايش تتوقع الموقف اللاعبين الان؟ يعني في ناس تقول انه ممكن يكون احد المخارج للاداره واللاعبين. بالامس كان في اراء مقترحه انه يقدم النادي اعتذار لهؤلاء اللاعبين. تتوقع اللاعبين ان تم هذا الاعتذار انه اللاعبين يقبلون الاعتذار ويعودون؟ لا اعتقد هذا، لانه انا حسب معلوماتي ومعروف اللي انا اعرفها عن محمد نور بالذات يعني، وانا قريب منه جدا، انه عمليه الاعتذار قد تكون يعني صعبه انه يعني يقبلها. وفي نفس الوقت الاداره اذا قدمت الاعتذار زي في الوقت الحالي ستفقد كثير من هيبتها اللي يمكن ان تستمر في المستقبل. طيب في الان يعني تحرك حقيقي ملموس الان على الارض كاعضاء شرف لحل المشكله امام الراي العام الاتحادي؟ والله عشان وجود الدكتور خالد مرزوقي باعتبار هو المسؤول خارج المملكه، قد يصعب جدا ان نحن نقول بدنا نتفق مره اخرى على اساس ان نقدر نقرر شيء معين، لان وجود الدكتور خالد هو صمام الامان والقادر على ان يجمع المجموعه وفي نفس الوقت ياخذ قرار. والدكتور خالد مرزوق يتمتع حقيقه بخلق كريم وفي نفس الوقت بممارسه اداريه جيده. طيب في اخبار يتم تداولها اليومين هذه انه هناك احد الانديه من يرغب في التعاقد مع محمد نور لمده واحد وفي نهايه الموسم يكون التكريم لمحمد نور. ان حدث هذا السيناريو كيف راح يكون شكل الاتحاد امام الجماهير يعني الاداره واعضاء الشرف ان فعلا تم التعاقد مع محمد نور برغبه تكريم هذا الرجل؟ انا اعتقد ان التكريم هذا يجب ان يكون سواء يعني انتقل مده موسم واحد او ينتقل، لانه الرجل هذا يعني اعطى كثير جدا، وليس انا في مجال مدحه او في مجال الثناء او في مجال تعدد عطائه في، فكلكم تعرفوا هذا الكلام، كل الناس يعرفوا. كون ان هناك في عرض على اساس انه يروح لموسم واحد، انا سمعت اليوم هذا الكلام واعتقد انه هو في طريقه لقبوله مؤكدا، خصوصا انه هو يعني ما له غير الرواتب المتاخره عند النادي حوالي 6 شهور، والنادي ما راح يعني يكون عنده يعني او اداره النادي الموجوده عندها يعني رغبه في انها تعتذر اولا، وانا اعتقد هذا. واعتقد ايضا في نفس الوقت موضوع التكريم لن يكون في عهد هذه الاداره الموجوده التي قامت بهذا التصرف. احرجت نفسها الاداره استاذ احمد؟ نعم سيدي. احرجت نفسها الاداره بهذا القرار او بطريقه بالتاكيد هي وضعت نفسها في موضع لا تحسد عليه. الاستاذ احمد فتيحي عضو شرف نادي الاتحاد، شكرا جزيلا لك. ابو ابراهيم قاطعتك، كنت تتكلم، اذا تحب تسترسل او تعلق على حديث الاستاذ احمد فتيحي. لا حقيقه الاستاذ احمد الفتيحي يعني اتمنى انه ما يغضب مني، دائما يشوف فين توجهات الجماهير ويذهب معها، كل مشاكل الاتحاد السابقه والحاليه، ففين التوجه يروح مع الجماهير. ارجع الموضوع، طب هذا غلط ولا صح؟ لا انا اعتقد انه في النهايه انا ارى أعضاء الشرف ربما نموذج جيد حقيقة موجود عند الهلال. حتى لو أخطأت الإدارة ما يخرجوا أعضاء الشرف ويهاجموا. ربما مرة واحدة صارت مع الأمير عبد الله بن مساعد، لكن هذا نموذج. للأسف الشديد لما ترجع إلى حتى أيام البلوي،
حتى ايام بلوي كان نفس الشيء اعضاء الشرف يقولون هذه فلسفه اتحاديه انه هذا اتحاد هذه وجهات النظر اصطياد في الماء العكر قصدك لا لا مو ما اتكلم عن انا اتكلم انه من المفترض كاعضاء شرف يعني انا افهم اعلامي اتحادي افهم جماهير انها ما لها صوت توصل صوتها لكن اعضاء شرف لديهم بس ارجع الى موضوعي الاهم اللي انت قاطعتني عنه واللي قلت انه للاسف في تصريح مهم جدا البارح للاسف الشديد الجرايد ما نقلتها مع انه ماخذينها من التلفزيون حوار تلفزيوني انا سمعته ادهشني لانه اللي نشر في شيء ملخبط فرحت اسمع لهذا وانا اتكلم نقلا عنه عن الاستاذ المهندس محمد فايز محمد فايز يقول في معسكر الكويت قمنا بطرد المدرب معسكر الكويت بعد بطولة آسيا لما طلعوا قمنا بطرد المدرب لفك الضغوط النفسية هذا أول تجربة لهم أنا ما أدري وشو فك الضغوط النفسية يعني هذا دليل على أنه إدارة متخبطة في قراراتها فيقول أنه أول شيء قمنا بطرد المدرب ليه عشان نفك الضغوط النفسية وش تفك وش الضغوط النفسية يعني أنا حقيقة ماني عارف لما شافوا إنه ما نفعت الضغوط النفسية فجرب بالثلاثة هذول نفس الشيء قرار إداري بحت مع إنه قرار المفروض يكون فني يعني مفروض المدرب هو اللي يحدد أبغاهم ولا ما أبغاهم نفس الشيء بنفس الطريقة طلع وقال إيش شلناهم إبعاد اللاعبين محمد نور وتكر والمنتشري بعدين يقول لك انه والله انه لا تؤخذ قرارات عشوائيه كيف لا عشوائيه ما انت شلت المدرب عشان تفك ضغط نفسي وشو بعدين شلت الثلاثه عشان الضغط وش عند الضغط النفسي يعني اعرف والله لو قلت انه استشرنا اخصائي نفسي وجدنا انه لدى ضغوطات نفسيه عند الثلاث لاعبين شلناهم بس انت من اول وانت شغال بالضغط النفسي من المدرب انت علي وانت قاعد تكرجع بالناس بالضغط النفسي وش الضغط النفسي يعني انا اعتقد انه هذه تعرف كلمات ربما تنطلي على بعض الجماهير انه الضغط النفسي وش الضغط النفسي إيش الكلام الضغط النفسي ضغط حالة نفسية عند شخص يعني حتى الطبيب لو جاء قال والله هذا الفريق في حالة نفسية أقول له بكاش أنت ما حد يكشف كذا على الجميع ما حد يكشف على الجميع الضغط النفسي فالإدارة حقيقة متخبطة تماما متخبطة إيش المخرج سبب أبو إبراهيم أنت اليوم لو افترضنا أنه الإدارة الاتحادية اتصلت على صالح الطريق قالت نبغى نخلص الموضوع ونطلع أنا أقول لك فنيا محمد نور أصبح لا يستطيع أن يعطي 90 دقيقة عادة النجوم اللي مثل هذول اللي ما زالوا يعطوا بس ما يقدر يعطيك 90 دقيقة تلاقيها يعني ما هي شيء مبتكر قدير يجي المدرب يتفق مع هذا اللاعب مع اللاعب هذا النجم اللي لديه استطاعة يعطي بس مو مثل أول إيه إنه محمد نور أنت تحب تلعب الشوط الأول ولا تلعب الشوط الثاني أنا أبغاك تلعب 45 دقيقة تعطيني كل طاقتك وحطلعك أيا كانت النتيجة ليه لأنه أنت لاعب ما تقدر تعطيني 90 أنت طيب. تقدر تعطيني 45 هذا الأمر وقع اليوم وقع الآن تم إبعاد اللاعبين بهالطريقة وإيش المخرج للإدارة أمام الجماهير تستمر في القرار تتراجع تحل المشكلة لازم هذا قرار خاطئ لازم تتراجع لسبب بسيط أنه أنت في النهاية هذول اللاعبين أنت تحتاجهم حتى لو تحطهم في الاحتياط طيب ابو احمد ايش المخرج والله شوف انا بس ابدا من اللي انتهى منها ابو ابراهيم وخاصه يعني ابو ابراهيم يقول انه مثلا من الحلول انه اجيب محمد نور واجتمع معه وانه اقول له تلعب الشوط الاول ولا الثاني ولا مجزء متسجل انا اعتقد انه احنا دخلنا في اشياء يعني بسيطه جدا في الموضوع ما مي به الحل اساسا هذا قرار المدرب قد يحتاج محمد نور وقد ما يحتاجه ويضع على دكه البدلاء هذا قرار فني ما وليس مو فني الحل مو فني وليس الحل انك تضع شوف تضع محمد انت يعني ساعد كيف تقول فني انا اقول لك صالح اذا رئيس النادي صالح شوف صالح إيه؟ حبيبي شوف إيه؟ المساله مرتبطه انت رئيس النادي يقول احنا شلناهم اداري قرار اداري قرار كيف تقول اداري فني؟ خطا اتفق معك 100% خطا لكن هذا الحل انه بالاجتماع مع المدرب انه تلعب الشوط الاول والثاني مين بهذه الاشكاليه الان الاشكاليه يا ابو احمد انا سؤالي الان الاداره الاتحادية يحتاج الى رجل حكيم ممتاز الان الاداره الاتحاديه
أمام الجماهير في مشكلة حقيقية. نعم. تبغى تحل الموضوع وتخرج من الموضوع. تدريش اللي تكشف. إيش الحل؟ تعتذر، تواصل على القرار وتستمر في إبعاد اللاعبين دون الاكتراث لهذه الضغوط. إيش المخرج؟ أول قرار إنه إبعاد اللاعبين هذا يلغى، لأنه أولاً من ناحية القانونية ومن ناحية حتى المنطقية إنه مو بجيد. طيب. هذا يلغى القرار. الشيء الثاني أنه الإدارة اللي أكثرت من القرارات الغير جيدة إلى درجة أنه تراكمت 6 أشهر شرت عقود لاعبين. إحنا يا أخي في العالم نعرف أنه النادي اللي يعاني من أزمة مالية يبيع لاعب على أساس إيش؟ يحل المشاكل. الاتحاد لا، يروح يجيب الفريدي بسعر الرواتب كلها. هذه مسألة. إذا الاتحاد يحتاج إلى رجل حكيم يدير الأمور. طيب لو ألغوا القرار وطلبوا من اللاعبين العودة، هذا يهز هيبة الإدارة. هو اهتز الأمور خلاص، انتهت بالنسبة للعملية، لكن أنت لابد من حلول بسيطة. أنت تزحف على أنك تصل إلى أشياء يعني تحقق لك بعض الأشياء اللي تعيد الاتحاد هيبته أو بعض هيبته. أنا مع الاحترام والتقدير للأستاذ أحمد فتيحي، يتكلم يعني يتكلم على أنه الإدارة مخطئة، الكل يدري أن الإدارة مخطئة. طيب. لكن نهاية غير سعيدة للاعبين في الاتحاد زي منتشري وتكر ونور، بالذات نور. ليست نهاية، إهانة غير سعيدة. إهانة. شوف أنت لما تجي، شوف لما خلنا نضرب حنا مقاييسنا وين في أوروبا، صح ولا لا؟ لما يجيك لاعب زي تيري أنري في الأرسنال أصبح ما يقدم اللاعب، وش الفرص اللي عطوه؟ اجتمعوا معه، وش اللي تبي تروح له واللي تبي تجلس فيه، صح ولا لا؟ أو أنك وش اللي أنت تتراه، لكنه من ناحية الفنية ما يفرض على المدرب وش اللي يقدمه وما يقدمه، مع أنه من أعظم المدربين اللي هو فينيغر، هو المدرب اللي يجتمع معه. وين شفت رهانة في 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 القرار؟ أنت تجي تقول أنا ما أحتاج هاللاعبين خلاص، أنا زي اللي أنا رهانة. شوف وش تسميها أستاذ صالح؟ لا لا شوف الإهانة. وش تسميها بعيدا عن أي شيء يعني بكلمات مختصرة، وش تسميها؟ باختصار شديد، طبعا أنا قايل إنه قرار خاطئ، باختصار شديد إلغاء عقد بس. إيه بس يا مهانة. يا أبو إبراهيم أنت لما ألغي عقد أهينك. لا شوف إبراهيم، بيني وبينك عقد. أنا خليني أكلمك. شوف يعني تخيل إني أنا الآن بشركة وجو أستاذ صالح ألغي عقد. ألغوا عقدي يا أخي، هذه إهانة. مش إهانة. طيب. بينك وبينهم عقد، ادفع الشرط الجزائي وانتهى. طيب. اللي ناخذها أخلاقية القضية، ما هي لا خليني على النقطة الأخيرة. قرار إداري لكن إهانة ما أعتقد. لا لا إهانة لا. أنت لما تقول لي إني أجي أقول له تعال بعد مباراة الهلال، أجي أقول تعال يا محمد نور، خلينا من الأسماء الثانية قد تكون مقايسة عند الجماهير، أعطيك إجازة، تعال يا أبو محمد نور، أنا أعلنت تم إلغاء عقد اللاعب محمد نور، هل تعتقد أن هذه أقل إهانة؟ أنا أسألك كطرف ثالث لأنه إحنا ما نقدر نتصل بالجمهور، هل هي أقل إهانة من أنك أنت تعطيه إجازة ولا أكثر إهانة بصراحة؟ وش الإهانة أنك تلغي أنا عقد شوف واحد؟ لا خلنا نسمع طرف نحايته. أنا أسأل، إذا تلغي عقد واحد إهانة؟ إذا بالشكل هذا؟ وش هذا؟ يعني أنه فاشل؟ يا أبو أنه منتهي من كل الأمور؟ إبراهيم هو الكلام أنه إلغاء العقد وما العقد والقوانين أنك صحيح، بس في نهاية المطاف ما في أي تقدير. يعني مثلا يعني أنا مثلا أقدر أقول تفضل يا أبو إبراهيم، وأنا قدام الناس أنا قاعد أقول لك غادر، وأقدر أقول اطلع برا وأنا قاعد أقول لك غادر، بس قاعد أهينك. محمد نور اليوم في نهاية المطاف بعد كل هالسيرة العطرة والإنجازات للنادي، الناس كانت تقول أنه من حقك كإدارة نادي أن ترى في هذا اللاعب إمكانية الفائدة الفنية من عدمها. هذا قرار يعتبر من السيادة الإدارية للنادي. الناس ترى أنه في طريقة الإبعاد أنه كان فيها إحراج لنجومية لاعب، أنه ما تم إبلاغه وما تم اتفاق على سيناريو يحفظ شكل اللاعب. طيب بوجود لما أقول أني خلاص ألغيت عقدك وأنت باقي على عقدك مثلا 6 أشهر أو سنة، أنا لما أبصرفه بالطريقة السليمة لما ينتهي عقده ولا ما أبغى أجدد معك، صح ولا لا؟ لكن إني أجي الآن يا أبو إبراهيم وأقول له أنا ألغيت عقدك، هذه مين بهانة؟ هذه تكسير المجاديف والقارب والرأس وكل شيء، فهذه تجاوزت اللي ألغي عقدك. هذا حتى وضع الإجازة كانت ألطف. إذا خلاص لا تنهوا عقود الناس وكل واحد يصير قوي وكل واحد على كيف. لا العمل الإداري في الاتحاد، العمل الإداري في الاتحاد. عقدك خلاص أنهيت. طب عشان بس قرار خاطئ. بنروح للفاصل. أنت تشوف إنه الطريقة اللي تم فيها التعامل مع محمد نور لا يوجد فيها أي إحراج للاعب. ما فيها إهانة للرجل، الإهانة إنك تسيء له. هو كل اللي قالوه إنه بالضبط زي كأني أبنهي عقدك أو إني بعطيك إجازة لين أنهي عقدك. هذا خطأ إداري، زي كأنه عندك موظف جيد ناجح وينتج لك
وتجي تقول له فمان الله جاء فاصل جاهز. انت استشهد قبل شوي بالتجربة الهلالية في أعضاء الشرف ومع أعضاء الشرف. خلينا بعد أذكرك بالتجربة الهلالية في التعامل مع محمد الدعية ونواف التمياط لما حسوا أنه ما راح يوصلون مع اللاعب لطريقة فنية قالوا تعال شوفنا حل توافقي بيننا وبينك ما يحرجك قدام الناس وتقدم صح. أنت اعتزالك مش احنا نقول لك مع السلامه شوف. انت تقدم اعتزالك الكره ونخلي لك تكريم في كل في الناس كانت تتكلم انه محمد نور تحديدا على الاقل يستحق مثل هذا النوع من التعامل. تعال كل اللي قلته المهندس محمد فايز تكلم عن هذا القرار. انا قلت لك قرار خاطئ. تكلم انه من العصر كان حيجتمعوا بالثلاثه ثلاث لاعبين قبل ما يطلع القرار وما جوا حتى وكيل الاعمال انه نجلس مع الثلاثة عشان القرار إلى الساعة 9 على حسب كلامه إلى الساعة 9 مغلقة جوالات الثلاثة وما حد يبغى يتناقش معه. طب إيش اللي معجلك تصدر القرار؟ انتظر لين بكرة. أنا أقول لك إنه في النهاية هو قرار خاطئ بس لا نأخذها على إنه امتهان لكرامة. ما بتهان كرامة أحد يعني. أنا إن شاء الله قرارته أنا ضد إنه تحملوا المسألة قرار خاطئ إداري قرار خاطئ إداريا إنك شلت واحد ممكن تستفيد منه طيب في العمل. علشان إحنا نفصل بينكم. ترى القرار الخاطئ معلش بوجود القرار الخاطئ. لحظة أبو أحمد. وامتهان أبو أحمد. عطاء لاعب وكرامة لاعب من خلاله. اسمح لي بس. أنا أعتقد اللي حصل. أبو أحمد. اسمح لي. نترك الرأي للجمهور. أبو أحمد يقول أنه في إهانة للاعب محمد نور من هذا القرار. أبو إبراهيم يرى أن الموضوع لا يتجاوز إنهاء عقد ولا يوجد أي إهانة للاعب. قرار خاطئ ولا يوجد أي إهانة للاعب. الجمهور على تويتر وفيصل يسمعنا بكرة بالضبط كل مرة معك إبراهيم بكرة نشوف رأي الجمهور. هل ما حدث للنجم محمد نور في إهانة لتاريخ الرجل أم أنه مجرد قرار خاطئ ولا يوجد فيه أي إهانة لتاريخ الرجل؟ وبكرة راح نطلع النتيجة. مو التاريخ لا أحمد شو اللي يقول؟ إهانة كرامته. أيه. طيب. أيه. أنتم مع أبو إبراهيم ولا مع أبو أحمد؟ أنا قلت. بكرة. ما هي إهانة. بكرة نشوف النتيجة على تويتر. بس أنا أصر. البرنامج معلش لازم نروح فاصل طيب. فاصل قصير بعدها نعود. السهلاوي لكورة لست راضيا عنه.